نبدأ برنامج الساعة الأخيرة من إيران، حيث أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي، قائلة أن طهران يمكنها العدول عن هذا القرار إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها. وكشفت طهران أن تقليص التزاماتها النووية بدأ أمس الجمعة ردا على خرق واشنطن الاتفاق، مشيرة إلى رفع أي قيود عن الأبحاث والتطوير كان الاتفاق النووي ينص عليها. طهران قالت أيضا أن 20 جهاز طرد مركزي باتت تعمل منذ اليوم، وهذا يعني أن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة، لكنها ستفعل ذلك إن اقتضت الضرورة. فنيا لم يبق من الاتفاق النووي إلا القليل، وسياسيا يضيق الوقت إزاء أوروبا، هذا ما تقوله طهران بعد دخول المرحلة النووية الثالثة نحو تقليص التزاماتها حيز التنفيذ. مرحلة عنوانها العريض رفع كامل القيود البحثية أمام البرنامج النووي الإيراني. عندما نقول بأن أساس الاتفاق النووي اهتز، فالأساس الأهم هو التزام الطرف الآخر، وعدم تحقق ذلك يجبرنا على اتخاذ خطوات تقليص فنية، وسنواصل زيادة الاحتياطي من اليورانيوم المخصب وصولا إلى 1,000,000 وحدة نووية. تحقيق الطموح الإيراني بالوصول إلى 1,000,000 وحدة نووية رهين بتسريع عملية التخصيب، أمر يتطلب دخول أجهزة طرد مركزية جديدة كالجيل 4 والـ6 اللذين أعلنت إيران عن بدء تشغيلهما ضمن خطوتها الثالثة، لكنها لا تزال تترك أبواب منشآتها النووية مفتوحة أمام أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المفاوضات فنية كانت أم سياسية بالتأكيد تسهم في حلحلة عقدة الاتفاق النووي، وطهران تسعى إلى الحفاظ على علاقاتها مع الوكالة الدولية التي لم تتخذ إيران أي خطوة إزاءها، لذلك أعتقد أن المحادثات مع الوكالة في هذا التوقيت مهمة جدا. ومع إعلان الخطوة الإيرانية الثالثة اقتنع الإيرانيون بأن كفة الالتزام بالتعهدات ما بين بلادهم وأطراف الاتفاق بدأت تتوازن نسبيا، وإذا كان الإيرانيون يؤكدون إمكانية التراجع عن الخطوات الثلاث في حال نفذت أوروبا التزاماتها خلال الشهرين القادمين، فإنهم يرفعون أيضا سقف تحذيرهم بشأن الخطوة الرابعة. تفاوض إيران أوروبا بيد وتضغط عليها بالأخرى، مساران متوازيان تسير عليهما بتوقيتات محددة وحذر شديد. الاستراتيجية هذه إن لم ترى النور فإنها قد تعود بالاتفاق النووي إلى المربع الأول، وبالعلاقات ما بين طهران والغرب إلى بركان من التصعيد. ياسر مسعود، العربي، طهران. من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر أن إعلان إيران خفض مزيد من التزاماتها بالاتفاق النووي لم يكن مفاجئا. إسبر أضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته الفرنسية في باريس أن بلاده ستواصل العمل لمكافحة سلوك إيران المزعزع للاستقرار. ومن جهتها أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن باريس ملتزمة بالعمل على دفع طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم معها. هي زيارة طابعها كيفية التنسيق بين الجهود البحرية الفرنسية والأمريكية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. أما هدفها العميق فهو رغبة واشنطن في انخراط باريس في تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط والسفن الشحن من تهديدات ربما تمثلها إيران في الخليج بحسب البنتاغون. رأي لا تراه باريس صائبا، فهي تفضل الانخراط في تحالف تحت الراية الأوروبية فقط لمنع تصاعد العنف في المنطقة. علينا فعل ما بوسعنا لتفادي أي تصعيد مع إيران، ومن جهة أخرى لتأمين الملاحة البحرية، فهذه حرية وحق معترف بهما في الاتفاقات الدولية، ويجب علينا العمل على احترامها. سيد البنتاغون شدد في باريس على أهمية الأمن البحري للولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن ستمنع تهديدات إيران في الخليج
أنا لست متفاجئا من أن إيران سوف تخرق الاتفاق النووي، فقد سبق وخرقته، وليس مفاجئا أن الإيرانيين سوف يستمرون ما سعوا دائما إلى القيام به من تخصيب لليورانيوم. إسبر حاول إقناع الفرنسيين بوجهة نظر بلاده تجاه إيران، فهل استطاع تحقيق هذا المطلب؟ أعتقد بأنه لم يحقق هدفه من هذه الزيارة، لأنه لم يتمكن من إقناع فرنسا بالانضمام إلى هذا التحالف. فرنسا لها سببين بعدم الانضمام. السبب الأول بأنها لا تريد التصعيد مع إيران، هي تقود وساطة مع إيران، بالتالي انضمامها إلى هذا التحالف قد يؤتي بنتائج سلبية. النقطة الثانية بأن الفرنسيين لا يثقون بالأمريكيين في هذا الملف، خصوصا لأن الأمريكيين دائما ما يتصرفون منفردين. بعد باريس سيزور الوزير الأمريكي عواصم أوروبية أخرى بهدف إقناعها بوجهة نظر البيت الأبيض بخصوص الملف النووي الإيراني، مهمة ستكون عسيرة لأن باريس وباقي العواصم الأوروبية تدرك تماما غايات واشنطن الحقيقية وراء تصعيد الموقف ضد طهران. تبذل باريس جهودا دبلوماسية كبيرة لمنع التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة بعد اتفاق باريس الذي أعطى باريس بصيص أمل في إيجاد أرضية مشتركة لدرء الحرب في الخليج. فهل سيتحول التحالف الأمريكي الفرنسي إلى تخالف بسبب البرنامج النووي الإيراني؟ محمد الحجي، العربي، باريس. وينضم إلينا من بروكسل محمد رجائي بركات، الباحث في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية. سيد بركات، دعني أبدأ من سؤال مراسلنا محمد حاجي، عندما يقول هل سيتحول التحالف الأوروبي أو الفرنسي بالذات الأمريكي إلى تخالف في الملف الإيراني، خصوصا مع محافظة فرنسا دائما على دور الوسيط مع الجانب الإيراني، وهو دور تاريخي بالمناسبة، إن لم نقل الحليف السري في أوروبا إذا جزت العبارة. لا، يجب أن لا ننسى أن فرنسا تتفاوض مع إيران باسم الاتحاد الأوروبي نوعا ما، والعلاقات الفرنسية الأمريكية على الرغم من أنه منها تبدو ظاهريا بأنها على ما يرام، وسمعنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب إزاء الرئيس ماكرون، إلا أنه بعد ذلك عمليا والتصريحات وحتى فيما يتعلق بالوساطة الفرنسية مع إيران بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الرئيس الأمريكي ترامب رفض تلك الوساطة. فأعتقد أن لن يكون هناك نجاح لهذه الوساطة نظرا لتمسك الرئيس الأمريكي ترامب بموقفه، وهو عدم إيجاد حل للنزاع مع إيران. هو انسحب من الاتفاقية النووية مع إيران، وعلى الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا على قناعة تامة بأن إيران احترمت دائما تلك الاتفاقية، وأيضا تقارير مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفعيل تخصيب اليورانيوم، على من ترفع إيران السقف؟ على الولايات المتحدة أم على الوسيط الأوروبي؟ أعتقد أنها ترفع السقف على الولايات المتحدة أكثر من رفعه إزاء الوسيط الأوروبي. إذا الوسيط الأوروبي هي تطالب من الاتحاد الأوروبي الذي وعد بتفعيل آلية تسمح لإيران بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية والأدوية وفقا لما تم الاتفاق عليه، مقابل أن يكون هناك ضمن تلك الآلية يتم بيع النفط الإيراني وتوضع تلك الأموال بشكل مباشر ويتم استعمالها دون المرور بالدولار ودون أي رقابة. هناك طبعا رقابة داخلية ضمن تلك الآلية، وتستطيع هكذا إيران أن تتخلص نوعا ما من جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. نعم. إلا أنه مع الأسف يعني حتى الآن لم يتم تفعيل تلك الآلية بشكل جيد من قبل الاتحاد الأوروبي، وهذا أثار نوعا ما عدم ارتياح لدى السلطات الإيرانية. وأيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض دائما للمفاوضات. نعم. نعم. هو الرئيس الأمريكي قال أنا مستعد ولكن ضمن شروط، وطبعا إيران لن ترضى، لن توافق. شكرا. على تلك الشروط، والاتحاد الأوروبي على علم بذلك. نعم، شكرا لك محمد رجائي بركات، الباحث في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية، كنت معنا من بروكسل. أعلن إيران تخفيض التزامها بالاتفاق النووي، ثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها لنا زميلة روبا رجب. شكرا نضال.
أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي، قائلة إن طهران يمكنها العدول عن هذا القرار إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها. وكشفت طهران أن تقليص التزاماتها النووية بدأ أمس الجمعة رداً على خرق واشنطن للاتفاق، مشيرة إلى أن رفع أي قيود على الأبحاث والتطوير كان الاتفاق النووي ينص عليها. والأخبار لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرد محمد قائلا إن أمريكا تريد إطفاء نوع من الإثارة على اللعبة السياسية نحو إعطاء إيران حق نقض الاتفاق النووي المصحوب بتطوير برنامجها النووي. أما صفحة الأخبار والتحليلات على موقع تويتر فقد علقت قائلة إن الأوروبيين ينفذون أجندة الولايات المتحدة عبر تقديم وعود وهمية ويتماهون معها في عدم رفع العقوبات، مشيرا إلى أن إيران أدركت هذه السياسات ولذلك لا ترى مخرجا إلا برفع التخصيب. فيما قال مياح غانم إن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي يعد سببا لتسابق إيران الزمن في إنتاج سلاح نووي، بينما يبقى ترامب على الشحن منتظرا نتائج عقوباته لتأتي طهران للحوار معه. عودة إليك نضال لمتابعة بقية ملفات الساعة الأخيرة. شكراً ربما.